السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة انا هشرح لكم البرامج اللي في القلاية وهشغلها معاكم وهوريكم كل برنامج بيشتغل ازاي وازاي نعلي ونوطي درجات الحرارة، علشان لو اي حد جايبها اول مرة جديدة يبقى عارف الحاجات دي فيها. اول حاجة هبدأ ان انا احطها في الفيشة، هحط الفيشة بتاعتها. بسم الله، هي كده اشتغلت معايا طالما الزرار الاحمر ده طلع. طبعا هوريكم شكلها الاول من جوه. هي دي الحلة بتاعتها وجواها شبكة زي ما انتم شايفين كده. طبعا هي بتشتغل بالشبكة او من غير الشبكة، طبعا كل واحد براحته. كده اول حاجة هبدأ ان انا اوريكم البرامج اللي فيها. هدوس الاول على الزرار ده علشان يبدأ ينور لي الشاشة بتاعتها. هي طبعا زي ما انتم شايفين هي ديجيتال، في منها برضو المانيوال مقاس 5 وكده، بس الرقم اللي هي 8 لتر ما فيش منها غير الديجيتال. طبعا درجات الحرارة، الوقت اكتر، طبعا الوقت براحتنا بنعليه من هنا، الوقت زي ما احنا عايزين بنعليه من هنا، ودي درجات الحرارة بنعليها من هنا برضو. درجة الحرارة بتتعلى من هنا، اعلى درجة حرارة طبعا 200، مفيش اعلى من كده. البرامج بقى، طبعا انا هي كده اشتغلت علشان انا ظبطت درجة الحرارة، فهي كده فهمت ان انا هبدأ برنامج. طبعا بنشغلها من هنا، بعد ما بنظبط درجة الحرارة بندوس هنا. طبعا في برامج بقى، في برنامج للسمك هو مظبوط درجة حرارته على 200 درجة لمدة 17 دقيقة. في هنا برضو بتاع الفراخ على 180 درجة لمدة 20 دقيقة، وهنا في الكب كيك لمدة 12 دقيقة ل 160 درجة، وفي هنا برضو البيتزا 180 درجة على 10 دقايق، في هنا البطاطس 22 دقيقة على درجة حرارة 200. بس انا البطاطس بعملها، هي بتاخد 10 دقايق بالظبط، ودرجة حرارة بقللها شوية ل 160، وبعد كده بعليها شوية ل 180. في هنا برضو اللحمة مكتوب ان هي على 200 درجة لمدة 12 دقيقة، وفي الخضروات 10 دقايق، وفي هنا خاصية فك التجميد لو عندنا اي حاجة مجمدة، وفي هنا اللي هي الخاصية بتاعة التسخين. طبعا هي كويسه جدا معانا، فيها درجات حراره كتير، وفيها البرامج لو عايزين نستعمل البرنامج او ان احنا نعمل برنامج لوحدنا. طبعا اي حاجه ما بنعوز نشغلها بندوس على ده كده. هي كده خلاص هتبدأ تشتغل. طبعا انا اصلا مش عامله فيها حاجه، انا بس بشرح لكم. ده الصوت بتاعها لما بتشتغل بس كده. لو عايزين اي فيديوهات تانية على القلاية اكتبولي في الكومنتات وانا هعملها لكم. مع السلامة.